صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يستشهد الرافضة بقول الله جل وعلا أكثرهم لا يعقلون أن الله جل وعلا يقصد بها الصحابة فيتنقصون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، فما هو الرد عليهم؟ الآية ما هي في الصحابة، الآية صح في الأحاديث أنها في ناس من الأعراب حديثي إسلام وناشئين بالبادية، ناشئين بالبادية ولم يتعلموا فحصل منهم ما حصل، ومع هذا قال والله غفور رحيم وعدهم بالمغفرة والرحمة. نعم.